بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهدى يهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب ليزدادوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماء الأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العظيم سيد مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجلفة الأستاذ مفتاح الشدادي سادة مدراء القنوات الوطنية إطارات الإذاعة الوطنية أسرة الإذاعة الجزائرية أسرة إذاعة القرآن الكريم مستمعي إذاعة القرآن الكريم مستمعي القناة الأولى مستمعي بعض الإذاعة الجهوية الناقلة معنا هذه الإحتفائية النورانية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحتفي إذاعة القرآن الكريم بشهر الأنوار كل عام. بمرافقة النشاطات المنظمة على المستوى الوطني، وبتقديم مجموعة من البرامج والفقرات التي تقف عند محطات من السيرة النبوية المشرفة. وتأتي هذه الاحتفائية المتضمنة لندوة فكرية حول مسؤولية الفرد تجاه المجتمع، كما رسخها الرسول عليه الصلاة والسلام قولاً وفعلاً وتشريعاً، كنشاط فكري مكمل لإذاعة القرآن الكريم، من زاويه اختصاصها المرتبطه اساسا باحد اهم مقومات الوحده ومبادئ الهويه الوطنيه الاسلام. الاسلام المبني اساسا في جوهره على الاعتدال والوسطيه وايجابيه الفرد في علاقته باخيه وببيئته، وهو ما يوفر الظروف المثلى للبناء الوطني المثمر على ارضيه اساسها الاستقرار والسلم. ان الاستحقاق الرئاسي القادم. أقول إن مسؤولية الفرد تجاه المجتمع ومسؤولية المجتمع من خلال نخبه ومؤسساته التمثيلية تجاه الأفراد هي الكفيلة في حالة الوفاء بها بتحقيق التماسك الاجتماعي وبث روح التعاون وإرساء أرضية صلبة لتحقيق الازدهار والتطور والرفاه. إن الإذاعة الجزائرية بمختلف قنواتها الوطنية والموضوعاتية والجهوية التي ورثت روح النضال من الاذاعه السريه الجزائريه ابان الثوره ورافقت الجزائر البناء وعاصرت مختلف التحولات التي شهدها مجتمعنا قد وجدت نفسها على الدوام في قلب معركه الاعلام الواعي والهادف والمتبني لمسؤوليه الوفاء بالتزامات تقديم خدمه اعلاميه عموميه ناضجه في خدمه الوطن والمواطن واداء رسالتها الاعلاميه الفاعله المساهمة في إرساء القيم في النفوس والمرافقة لعمليات البناء الوطني والمتبنية لطموحات التميز على كافة الأصعدة. ويأتي التأكيد على تحمل الجميع لمسؤولية الحفاظ على الجزائر في هذا الظرف بالذات، ونحن نعيش منعرجا سياسيا حاسما يقتضي التجند لتفويت الفرصة على أعداء الجزائر، ولن يكون ذلك إلا بالإنخراط في عملية تقوية مؤسسات الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية إن الاستحقاق الرئاسي لـ 12 ديسمبر يعتبر الفرصة السانحة التي تتوج مسار ما تحقق من تقويم ومحاربة للفساد بانتخاب رئيس الجمهورية ليكمل مسار الإصلاحات بما يستجيب لكل المطالب المرفوعة لقد تجندت الإذاعة الجزائرية بقنواتها الخمسة وخمسين من خلال برنامج مرافقه اعلاميه يضمن التغطيه الشامله والوافيه لكل نشاطات التعبئه الانتخابيه التي يقوم بها المترشحون للرئاسيات وممثلوهم على مستوى كل التراب الوطني، اضافه الى النشاطات ذات العلاقه بالانتخابات الرئاسيه ومنها نشاطات السلطه الوطنيه المستقله للانتخابات. مع تسخير كل الامكانيات الماديه وتعبئه الموارد البشريه اللازمه لضمان التاطير الاعلامي الامثل المفضي الى تغطيه نوعيه وفعاله للحمله الانتخابيه وابراز الاجواء الانتخابيه والنقاش السياسي البناء دون اغفال المرافقه الاخباريه لكل النشاطات والاحداث المرتبطه بموضوع الانتخابات اضافه الى تسطير مجموعه من البرامج السياسيه وفي كل المجالات التي تغطيها وفق تخصصها كل قنوات المؤسسه الوطنيه للاذاعه. تناقش برامج المترشحين وتتناول بالتحليل الرهانات، التحديات والافاق في مسيره تطوير البلاد وتقويه مؤسساتها. وككل استحقاق انتخابي سيخصص حيز معتبر من مساحه البث لفضاءات التعبير الحر موزعه بصفه عادله بين المترشحين تبث يوميا وفي فتره متنوعه وتاتي هذه الندوه التي تنظمها اذاعه القران الكريم كعينه من برامج التحسيس العام الهادف الى اثراء النقاش لتبين السبل المثلى والناضجه في مسار تمتين اللحمه بين افراد المجتمع ومؤسساته ولدفع الكل لتحمل مسؤولياته ولدفع الكل اقول لتحمل مسؤولياته في رسم الصورة المثلى لمستقبل البلاد والعباد. المجد والخلود لشهدائنا الابرار عاشت الجزائر والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان نعمة الامن والاستقرار من اعظم نعم الله على الانسان. فقد امتن الله تعالى على اهل الحرم بهذه النعمة الجليلة. وخلد ذكرها في محكم البيان قرانا يتلى آناء الليل وأطراف النهار بأصوات جميلة. فقال عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فقد أشارت الآيات البينات إلى نعمة الأمن على مستويين النفسي والغذائي. ووكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله من اصبح منكم امنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها اي كانما صار ملكا وانطلاقا من هذه الحقيقه الدينيه جاءت هذه الكلمه الموجزه لتقف وقفه متانيه عند اهم مرتكزات تحقيق الامن والاستقرار في المجتمع المسلم من خلال سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكيف تستطيع أمة الإسلام أفرادا ومؤسسات وسلطة أن تنهل من هذا المعين الصافي، إن الأمن والاستقرار يتحقق في أطر عدة وفي مناح متعددة. بمجموعها تحفظ كليات الدين الخمس، وتتحقق في المحصلة كرامة الإنسان التي وهبها إياه بارئه سبحانه وتعالى. ونستطيع أن نلخِّص هذه المناحي المتعددة في أصلين الأول، أصل الأول، حفظ الأمن الداخلي وإذا أردنا أن نمثِّل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لوقفنا على منظومة متكاملة عجيبة وهاكم بعض الأمثلة والنماذج أولاً لقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على نشر ثقافة السلم والرفق بين الأفراد ومما قاله إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه وأن العنف لا يكون في شيء إلا شانه. محمد صلى الله عليه وسلم قائد أمة الرفق. وما أحوجنا اليوم إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يستطع أن يرتقي إليها حتى الأنبياء والمرسلون. ولذلك صدق من قال: كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء فانطلاقا من عنوان هذه المداخلة محمد صلى الله عليه وسلم قائد أمة الرفق سأحاول وفي هذه العجالة أن أتحدث إليكم أيها الطيبون ومن خلالكم إلى كل من يستمع إلينا الآن عبر أثير الاذاعه الوطنيه ساتحدث عن الرفق ضمن المنظومه القيميه في الاسلام ثم اتوقف عند الرفق ضمن منظومه الاخلاق المحمديه على صاحبها افضل الصلاه وازكى السلام ثم اختم بالحديث عن الرفق في منظومه الخيريه في هذه الامه التي اختارها الله عز وجل وفضلها على الناس جميعا فالرفق هو من القيم والمبادئ والاخلاق التي تحقق انسانيه الانسان ولذلك دعا القران الكريم في العديد من الايات الى الرفق واعطانا نموذجا عمليا متمثلا في سيره النبي صلى الله عليه وسلم وعلماءنا الاجلاء عندما درسوا خلق الرفق قالوا بانه ثمره من ثمرات الاخلاق الحسنه ولعل ما يبرز قيمه الرفق وكما قيل وبضدها تتميز الاشياء ان الرفق يقابله العنف والعنف سببه الغضب ولذلك تكريسا لمبدا الرفق قطع النبي صلى الله عليه وسلم جذور العنف عندما اجتثها من اسبابها المباشره وهي الغضب في وصيته الشهيره لمن طلب منه النصيحه والوصيه فقال له عليه الصلاه والسلام لا تغضب وكررها ثلاثا فالرفق من القيم العاليه والسر في ذلك انه تشريع وهدي من الله سبحانه وتعالى صاحب الكمال المطلق سبحانه وتعالى فمن اسمائه الحسنى الرفيق وقد اقام عز وجل دينه وشرعه على اليسر ورفع الحرج رفقا بعباده سبحانه وتعالى وقد اخبرنا عنه نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم بانه يحب الرفق في الامر كله فاذا عدنا الى منظومه اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم سنعرف قيمة الرفق عندما نعرف قيمة اخلاق محمد عليه الصلاه والسلام رسولنا قدوتنا أسوتنا الحسنة هذا الموضوع ترامي الأطراف شاسع وواسع في الحقيقة فيه في مناحي الحياة يتناول هذا الموضوع كل مناحي الحياة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حرص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وقال الله تعالى: يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا هو السراج المنير. وقال وان تطيعوه تهتدوا. وهو الذي قال: ادبني ربي فاحسن تاديبي. وقال فيه عمه العباس وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق الشيطان عليه لعنة الله ورد في الحديث أنه عرف معنى مولد النبي عرف حقيقة مولد النبي فقال في الحديث رن يعني صرخ الشيطان ثلاث مرات رني أربع مرات لما لعن ولما أهبط وطرد من الجنة ولما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان يعرف ذلك ولما نزلت سورة الفاتحة فرسولنا صلى الله عليه وسلم الذي قال إنما بعثت معلما علم الإنسان من أبسط الأشياء قال للصحابي أمس الماء جلدك كل ثلاث وقال أما يستحي أحدكم يأتي يسأل عن خبر السماء ورفقه يعني وسخه بين إصبعي وأظهره ثم قال: ادفنوا غلاماتك غلاماتكم يعني القلامه وهي الاظافر ادفنوا قلاماتكم طهروا افنيتكم مساجدكم واجعلوا على ابوابها المطاهر ولما راى تميم الداري قد جعل حول المسجد سروجاً وخرج وهي تزهر وكانت الظلماء معروفه في ذلك الزمان قال من فعل هذا؟ قالوا تميم الداري قال نورت الاسلام نورك الله وكان من ابسط الاشياء يعلمها كما يعلم اكبر الاشياء وكما يعلم القران وكان مجرد حضور الرسول صلى الله عليه وسلم تعليما وكان بالايماء وبالاشاره فدخل مره بعدما تزوج بام سلمه بنت ابي اميه وامها كانت ضره عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لها اطفال ايتام فلما خطبها قالت يا رسول الله انا امراه مصبيه وغيره اغار كثير من النساء وقد دخلت في السن قال اما الغيره فسادعو الله تعالى فلن تغاري واما أبناؤك فهم ابنائي وهذا تعليم لنا واما السن فدخل علي مثل ما دخل عليك فقالت تذكرت ان ابا سلمه ان زوجها وهو ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عبد الاسد من بني مخزوم من قوم خالد بن الوليد رضي الله عنه قال كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها يا ام سلمه لقد اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ايما مسلم يصاب بمصيبه فقال اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا فعل به ذلك فلما مات زوجها قالت هذا الدعاء ثم تذكرت ومن افضل من زوجي فخطبها خير البريه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما اراد الدخول بها كانت عندها زينب بنتها صغيره وطئها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال فصرخت في الليله الاخرى قال انظروا زنابكم ودخلت عليه وهو يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرش الماء في وجهها وهي صغيره كي بلغت ثمانين سنه بقي يعني صار جسمه شاخ جسمها ووجهها الذي وقع عليه ماء الرسول صلى الله عليه وسلم بقية ماء الوضوء بقي في العشرين من وجهها شاب وجسمها جسم عجوز إذا رسولنا صلى الله عليه وسلم مر على شاب يسلخ شاة وهو لا يعلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبوه عبد الله نحرت بسببه ثلاثمائة جمل وقيل مئة وفي عامه يعني أخذ بره الأشرم مئتي بعير لعبد المطلب فهو في عائلة غنية وذبح عنه جده يوم سابعه وسماه محمد لأن عبد المطلب ولد في بيت أحيح بن جلاح وابنه محمد في هذه الندوة الشهرية التي تتزامن مع هذه الذكريات ذكرى وفاة العلامة الجليل المفكر العظيم الجزائري مالك بن نبي رحمه الله وذكرى أول نوفمبر نوفمبر ذكرتنا بدرا فقمنا نضاهي صحابه بدر وذكر المولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ايها الاكارم الذكريات يقول عنها امامنا احمد الحكايات عن الصالحين وادابهم احب الي من بعض الفقه. الحكايات عن الصالحين وادابهم وتاريخهم وذكرياتهم جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب اوليائه وتلا قول الله تعالى: وكل نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. طبعا هذه الذكريات تاتي في هذا الزمن اجتياح الحضاره الغربيه خاصه السالب منها هذا السعار المادي على عقولنا على شبابنا على مناهجنا على نظمنا على قوانيننا على حكامنا على اسرنا تاتي هذه الذكريات اشبه ما تكون بالمنبهات والمنشطات والمحفزات للامه كلما غشيت بها غواشي الغفله والبعد عن الله سبحانه عز وجل حتى تعود الى دوحه الايمان طبعا ايها الاكارم في رحاب هذه السنه الشامله سنه النبي صلى الله عليه وسلم واذكر لكم الحق ما شهدت به الاعداء أن الأديبة المفكرة رئيسة قسم اللغات والأداب ببريطانيا كارلين أمسترونغ تتبعت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك في أدب المائدة إلى قيادة الدولة في مفاصلها ومقاتلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة شاملة وليست مجتزئة فكتبت كتاب ترجم للغات العالم سنة 2006 عن النبي صلى الله عليه وسلم خلصت بهذا العنوان محمد نبي زماننا محمد بروفيت فور اور تايم هذا ما شهد به امام هذا التازم العالمي امام ذهاب القيم لفولير قال لو كان محمد صلى الله عليه وسلم بافكاره بيننا لحل مشاكل العالم وهو يرتشف فنجان قهوه. قيم. نحن لما نستدعي هذه القيم بما يصلح به التاريخ لان الامه لها تاريخ. نعود اليه كما قال العلماء اعرف التاريخ يصلح رايك واعرف الحديث تقوى حجتك واعرف الخلاف يتسع صدرك واعرف العربيه والاصول وشفع المعقول بالمنقول وشفع المنقول بالمعقول. في ظل هذا نجد الناس عندما يستدعون هذه الذكرى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم درجه من درجات الطاعات حتى اذا حصل لك التقصير والضعف شفعت لك المحبه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فلهذا نرى بعض الناس يقفون عند حد المديح بعضهم يقف عند حد الانشاء بعضهم يقف عند التوسع على العيال في هذه الأيام وبعضهم يركز على العبادة وينشط فيها لكن الأمر أوسع من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة شاملة ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الكلام كما رأيت على فمي خجلا ولولا الحب لم تتكلم الكلام كما رأيت على فمي خجلا ولولا الحب لم تتكلم يا كوكب التوحيد يا كوكب التوحيد حسبي أنني أش أحد الشذات الهائمين الحومي يا كوكب التوحيد حسبي أنني أحد الشداد الهائمين الحوم، ما حيلة الشعراء، ما حيلة الشعراء، أذاب غناؤهم. رهبا لدى هذا الجلال الأعظم إن الذي سواك إن الذي سواك إن الذي سواك إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء الأكرم يا نور يوم ولدت قامت عزة للأرض إذ أمست لنورك تنتمي الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصان قل الانجم يا نور يا نور يا نور يوم ولدت قامت عزه للارض اذ امست لنورك تنتمي الكوكب الارضي حين وطئته امسى حصاه امسى حصاه يتيه فوق الانجم